الممرض عدنان الحسن الرجاء توجه بسرعة للطوارئ واسحب معاك عم حسين في ايدك وانت رايح، ويا ريت يا جدعان نخفف على بعض وما نشقيش بعض عشان الشيفت بتاعنا طويل. سيد ابوس رجلك، ركز في اللي هقوله لك ونفذه بحذافيره. الغي لي الخطه كوكو، وافتح لي بقى المايك اللي انت فرحان بيه، وقول اللي هقوله لك بالظبط. الرجاء صاحب السياره رقم 642 عين فيه لام، ترك المريض والذهاب للعربيه اللي في الباركينج عشان موقفه الدنيا والناس نزلت من عربياتها وماسكين في بعض. يا جماعه انتوا فين كل ده؟ يا جماعه انتوا فين؟ ثانيه يا تور قبل ما تمشي الراجل. ما انت شفت الراجل كان متبت ازاي؟ اعمل ايه؟ الواحد ما اعتمدش عليه انا خالص، عامل لي فيها زعيم عصابه ونيله. طب ده وقته اللي انت بتقوله ده وقته دلوقتي؟ المهم انه غار. يلا غار. ايوه يلا. ايه الدماغ ده يا كاريزما؟ الخطه اتنفذت والراجل مشي. كاشف راسي وداعي عليك يا سيد يا ابن بهانه تتفضح فضحتي دي. غبي ابدا، ما انا اللي غلطان. متوقع ايه؟ متوقع ايه من واحد كان في رمضان بيوزع تمر على الناس وقت صلاه الفجر؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ. بيتك هتموتني. قصدي انجز انجز. انت بتقوم محسن؟ يلا يا ابني اعدله يا عم. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ انا تعبان قوي، تعبان قوي يا دكتور. في ايه يا مدام؟ تعبانة تعبانة يا دكتور. ازاي ده؟ ازاي ده؟ ازاي ده؟ ازاي ده؟ خالص اهدي خالص، تعالي تكشفي، ممكن تكوني محتاجه عمليه. عمليات؟ لا عمليات، لا عمليات، لا. طب ممكن يا دكتور حقنه مهدئه بارك الله في مرزق ونمشي؟ لا 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 ما ينفعش حقنه خالص، لازم تدخل العمليه، ممكن تكون محتاجه عمليه. ياه سبحان الله، ايدك بلسم يا دكتور، فيها شفا، حاسه اني تشافيت. بلاش دلع، بلاش. يا ابراهيم يا سيد. سيد مين؟ تعالوا يا جماعه يلا. سيد مين؟ يا لهوي شفت الراجل الواطي سابني وشرخ يا دكتور يا عمي. اهدي بقى يا مدام. عمك مين؟ عمك مين؟ يلا سيد خدوا عمي وعم عيالي. ما توريها يا دكتور. تعالي بس يلا هويها. هون مهدئه يا جماعه. مهدئات؟ لا مثبطات. ايوه على السيده رجاء الرجاء التوجه. ايه اللي انت بتقوله من الصبح ده؟ انت مين اصلا؟ انا الموظف الجديد. موظف جديد؟ انت شكلك غريب يا لا، وريني الكارنيه بتاعك. والله العظيم انا مهفف، والله العظيم ثلاثه، انا مهووس بالاذاعه بس من صغري. بص البحر على الرجاء السيد عمرو البحر الخامه. انت شكلك حرام يا لا. والله العظيم ما حرام يا عم. والله مهفف، والله والله ده حب للاذاعه والمال. حبك للاذاعه انا عارف. نبره الصوت بتاعتي النادره والله. انا هحلل لك يا جلجل كبعيد. رب طب ادي عليك اقول ايه؟ بقى هيحصل فيك اكتر من اللي انت فيه. انا لاحق عليك ولا على كمال ولا ما. ايه ايه هو ده مفهومك عن النجاح؟ اما لو كانت فشلت روحوا فين؟ انا هتسند عليكوا امتى بس؟ انت مش هتقدر تهرب بالواد ده من باب المستشفى او حتى باب الجراج. عايز تهربه قولي. هو حضرتك الاستاذ مورجان فريمان؟